كيف يكون إجلال العلماء لولا ما ذكرت لنا عن سيدي الشيخ محمد النبهان؟ قطب من أقطاب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخ النبهان، علم من 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 أعلامها، مجاهد من مجاهديها. أدب، تعظيم للعلم. لما زاره سيدي الشيخ عبد الوهاب دبزوزيت رضي الله عنه قام فتوضأ. اسمع السمع هذه، اسمع الآن، أنت تتكبر الآن أن تلبس أباك جوربه، مثل هذا البهيم الذي يقدم نعل أبيه برجله، دفش رجل دفع النعل برجله. أبوك، أبوك والله هذا شرف لك أن تخدمه. سيدي الشيخ النبهان لما توضأ سيدي الشيخ عبد الوهاب دبزوزيت، هذه سمعتها من الشيخ المحدث المؤرخ الله يرضى عنه سيدي الشيخ مطيع الحافظ، سمعتها منه في بيتي في دبي. نعم، لما أراد أن يلبس جوربي سيدي الشيخ عبد الوهاب دبزوزيت، الشيخ النبهان قال والله ما أحد يلبسك الجوربي إلا أنا. قال له أنا، ونزل ألبسه جوربي. طيب أنت إذا نحن ما قلنا هذا، من أين نتعلم تعظيم العلماء؟ انظر، علم من أعلام أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلتات الزمان. شيخ النبهان كان في حلب، والشيخ حسن حبنة كان في الشام، كل واحد منهم كان دولة. من أين نتعلم نحن لولا الاقتداء بهؤلاء، سماع أخبار هؤلاء؟ الله يوفقنا لكل خير. قال فكل من قرب منه من الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدر قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا، يكون أخلاق طيبة، رحمة، كما قال له الشيخ نعيم الله يرضى عنه الرسوسي، أن الآن يكون عندك اهتمام بالرحمة بالمسلمين. أما الله الآن قاعد تقرأ القرآن في رجب وصيام، والأمة الآن يموتون الآن تحت الأنقاض وجوعا، قم ارحم هذه الأمة الآن، اذهب وأعينهم، ساعدهم، هذا هو إسلامنا. نحن ما خرجنا عن البحث، حديثنا عن الأخلاق. لكن شواهد، واحد قال لي الله يزيك، قال لي والله لولا الأمثلة اللي بجيب، قال لي ما نفهم شو بدنا نساوي نحن. بتقول البر، طيب شلون من البر لولا ما حكيت إن عن شيخ أبي حامد ماذا يصنع عن فلان وعن فلان، ما فهمنا كيف نبر. قولوا الله الوفا للشيوخ، لولا ما حدثنا عن الشيخ الفيومي وعن لطفي الفيومي وعن الشيخ محمود الرنكوسي الصنع ومع الشيخ أبو الخير الميداني، ما فهمنا. لولا ما حدثنا عن الشيخ أبو الخير الميداني وكيف يجل شيخه الشيخ عيسى الكردي، نحن ما فهمنا. قال وكل من جمع كمال هذه الأخلاق، الله يجمعنا يا ربي يا ربي يا رب، بلطف منك يا رب، أنت على كل شيء قدير يا رب. وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا. الله أكبر، ملكا وملكا، نعم، يرجع الخلق كلهم إليه. الله أكبر، الله أكبر، يرجعون إليه، يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال. ومن انفك، يعني بصح تقول ملكا وملكا، هذا صار مثل الملائكة، أنا ضابطها ملكا، نعم، لكن أيضا مش حالة ملك، يرجع الخلق إليه، لكن يؤكد أنه ملك ما سيأتي بعد قليل. قال ومن انفك عن هذه الأخلاق كلها واتصف بأضدادها، عنده جبن، عنده بخل والعياذ، ونسأل الله تعالى السلامة، عنده طيش، ما عنده حكمة، ومن واتصف استحق أن يخرج من بين العباد والبلاد، فإنه قد قرب من الشيطان اللعين، قرب من الشيطان، أخلاق ذميمة، بخيل وشبان وأحمق والعياذ بالله، فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعد، فينبغي أن يبعد، فينبغي أن يبعد. لكن الآن جهال آخر الزمان يقربون هؤلاء الأشرار وربما يبعدون الأخيار، هذا آخر الزمان، تختلف الأمور بين الناس، في المجلس له بصدر المجلس أكبر حشاش لا يحاطينه، بصدر المجلس أكبر نصاب، ربما أقاموا رجلا من مكانه وهذا لا يجوز،
من أجل أن يقعدوا واحدة من هؤلاء ربما كان ظالما وعكريت الزمان. واقع نعيشه نحن الآن، وحسبنا الله ونعم. أنا بشهدت هذا في مكة، في مكة المكرمة كنا في تعزية، دخل واحد من المسؤولين هناك، فواحد قال لواحد من طلاب لأم شو سيدي أم بدنا أعرف لا أنا له أنا ما أقوم بمقامي، إذا قمت أنا أخرج خرج من التعزية كلها. لا يجوز هذا فعل الأشرار. رجل جاء يعزي، يأتي هذا المنتن الجهول الوقح تقيمه من مكانه حتى تجلس رجلا صاحب مال ولا صاحب جاء. قال ما بقوم أنا وإلا أمشي، ذهب ومشى خرج من التعزية وما قام أبدا. سيدي الشيخ الخير الميداني رضي الله عنه ما رضي أن يقوم، أقعدوه على مجلس، جابوا كنبة في صدر المقعد، بعد ذلك انعم كان شكر القوات اللي بده يجي صار يروح ويجوا انعم. اخيرا جاءوا بكنبه اخرى، كرسي اخر فخم، وضعوه بجانبي. بعد ما انتهت الحفله قالوا والله يا سيدي الكرسي الذي اقعدوك عليه كانوا جايبينه شكر القوات لي انعم، واقعدوك عليه بالغلط، وصار كل واحد يقول مين بيتجرأ يقول للشيخ انه قوم عن كرسي هذا لشكر القوات لي. قالوا ما احد تجرأ. قالوا انا ما بقوم، وإن قمت فإنني أخرج من المجلس كله. ما لو ما بقوم رئيس رابطة علماء سوريا الله يرضى عنه، لو ما بقوم إلا أنا أمشي. الله يجملنا مكارم الأخلاق، فلا تذل نفسك بصحبة عكريت الزمان، لا تروح ولا أبدا تذهب. وناس ما عندهم أخلاق ما عندهم أبدا، يقومون الناس بالدرهم والدينار مثل اليهود هؤلاء. ما هذا مبدأ اليهود؟ معك فرنك بتسوى فرنك، هذا مبدأ يهودي هذا في إسلامنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا إسلامنا، هذا إسلامنا. هذه الآية النبي عليه السلام قرأها متى؟ لما فتح مكة، بعد فتح مكة قرأ هذا. خلاص يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليه؟ لتعارفوا مش القتال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طلع الصباح وفأطفئ قنديل، انتهى الموضوع. انتهى الآن موضوع قبليات وعنصريات وأصنام. أبو سفيان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة والأصنام إيش نصنع بها؟ سيدنا عمر قال له بالخاء والراء والألف المقصورة عليها. وأبلغ جواب هذا، جاء الإسلام قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الإسلام، جاء النور، تسأل عن الأصنام؟ ولا أبلغ من هذا الجواب، ولا أبلغ من أدير بالك، ولا أبلغ من هذا الجواب. سيدنا عمر رضي الله عنه كان محدثا، سيدنا عمر الله تعالى يقذف الحق في قلبي ويجري على لساني من غير تكلف، من غير تكلف، محدثا كان سيدنا عمر. وسيدنا الشيخ أديب كلاس الله أرضى عنه، عمري أيضا على طريقتي.